لما اشوف نصيبي هيوديني لحد فين. قولي يا شريف، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله مبسوط جدا في شغلي في شرم الشيخ. طب هاي، انا مبسوطه لك قوي على فكره. قلت اول ما اخد اجازه لازم اكلمك عشان اشوفك. انت اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله انا كويسه. حاجه وهيبه مش مخلياني محتاجه حاجه خالص. نوسة، عايز اسالك سؤال مهم. اخرت اللي بتعمليه ده ايه؟ اولا انا ما بقتش موسى خلاص، انا بقيت حد اهم بكتير. لا نوسة، وهتفضلي طول عمرك نوسة، وانا متاكد لو شلت الوش ده هترجعي زي الاول. يا نوسة، انا عارف ان انت عايزه تنتقمي من كل اللي ظلموكي وتاخدي حقك من كل واحد اذاكي، بس صدقيني انت مش قد الناس دي. انت ممكن في لحظه تلاقي نفسك في وهم كبير جدا وانت اللي هتروحي في الرجلين. لا، انا متاكده من الحاجه وهيبه، وعارفه انها لا يمكن تاذيني. دي كاتبه لي حاجات قد كده باسم وبورق كمان. اهو الورق بقى اللي انت معتمده عليه ده ومسنوده عليه ممكن يطلع هو الحبل اللي بتلفيه حوالين رقبتك، وفي اللحظه المناسبه كلهم هيشدوا الحبل ده في كل اتجاه. نوسة، انا مش قادر اخبي عليك مشاعري اكتر من كده. انا مستعد اخدك من هنا دلوقتي حالا واتجوزك. ابعدي خالص عن الماضي ده، اخليك تنسيه. نوسة، انا بحبك. يمكن دي اول مره اقولها لك، ان انا اتاكدت فعلا من مشاعري ناحيتك وان انا بحبك بجد ومستعد اعمل اي حاجه، اي حاجه عشان اساعدك. بص يا شريف، كلامك ده كان ممكن يخليني في يوم من الايام اسعد واحده في الدنيا، بس دلوقتي مش هينفع. انا كل اللي شاغل تفكيري دلوقتي اني انتقم من الناس اللي ظلموني، مش بايدي. كل ما بحاول ما بقدرش. أنا مقدرة مشاعرك ناحيتي، بس للأسف يا شريف مش هينفع خالص. فكري في اللي أنا قلته لك، وافتكري اللحظة دي كويس قوي يا موسى. أنا حاولت ألحقك وأنقذك من اللي أنت فيه، لكن انت مصممه ان انت تمشي بالطريق ده. نوسة، انا كل اللي يهمني حياتك انت، مستقبلك ومصيرك، ما يهمنيش اي حاجه تاني. فكري كويس، فكري قبل ما يفوت الاوان يا نوسة. عن اذنك. هو عنده حق، دي مخاطرة ودي دنيا اللي يدخل فيها ما يقدرش يخرج منها. انت يا حاجة اللي بتقولي كده. شوفي يا نوسة، انا عايزاك تعرفي حاجة واحدة بس، ان انا بحبك زي بنتي بالظبط، وهقف جنبك واساعدك لوجه الله، واللي انا طالباها منك انك تبدليني الحب ده. يا حاجة، انا ماليش غيرك في الدنيا، ده انت لو امي بجد مش هتعملي معايا اللي بتعمليه ده. أنا ثقتي فيك كبيرة قوي، ربنا ما يحرمني منك يا رب. خلاص، يبقى القرار قرارك أنت. ما هو اللي بيطلبه مني الشريف برضه مش قليل. أنا مهما عليتي حاجة وكبرت هفضل نوسة، نوسة بتاعت المولد. شوفي يا نوسة، إذا عندك ثقة في نفسك كملي المشوار، ما عندكيش ثقة ممكن نقف. اللي أنا عايزاكي تعرفيه إن أنا هقف جنبك وهساعدك في أي قرار أنت تاخديه. تصبح على خير. وأنت من أهل. كنت متأكد إنك هتفكري كويس، وإن الكلام اللي أنا قلتهولك هو الصح. كنت مستني مكالمتك دي. شريف،
طلب انك تتجوزني دي حاجه كبيره قوي، انا عمري ما كنت احلم بيها، بس انا لو عملت كده دلوقتي مش هبقى معاك بكل قلبي. الاقي دايما حاجات بتشدني وبتبعدني عنك. هبقى بظلمك وبظلم نفسي، وانا مش عايزه اعمل كده. موسى انا بحبك وخايف عليك. ارجوك يا شريف ما تضغطش عليا اكتر من كده، واديني وقتي، انا قربت من اللي انا عايزاه، ويوم ما هوصل لهدفي هتلاقيني انا اللي بكلمك وبقولك تعالى نعمل حد للحكايه دي. خلي بالك على نفسك يا موسى، دايما طمنيني عليكي. مش محتاج اقولك لو احتجت اي حاجه تكلميني، ان انت عارفه ان انا دايما معاكي. انا عارفه ان انت السند والظهر اللي هستند عليه، وان انت عمرك ما هتخذلني ابدا. هتوحشيني، اشوف وشك بخير يا موسى. مع السلامه يا شريف. ممكن تقبلي مني الهديه البسيطه دي؟ الله تحفة. أنا مش عارفة أقولك إيه يا حسين بيه. أنت عارفة إنهم لغوا البهوية دي من زمان أوي، يعني ممكن تقولي لي يا حسين وبس. معرفش لو عارف أقولها، بس هجرب. أتمنى. قولي لي بقى، إيه رأيك في الهدية دي صحيح؟ بجد ميرسي قوي يا حسين. اهو قلتها. الله، هنا كده حسيت اني بني ادم تاني خالص. مش للدرجات يعني. واكتر كمان، وهيبقى اكتر واكتر لو تقبلي يا زوجتي على الغدا. وعشان كمان نتكلم في المشروع، ولا هتيجي لحد عندي والمشاريع خلاص تخلص؟ عشان خاطرك بس، عشان خاطر ذوقك الحلو ده، انا موافقه. عندك حق، اهو بالمرة نتكلم في المشروع. يا نهارك اسود ومنيل يا حسين، بتقفل السكة في وشي؟ طب ورحمة أمي هفضل وراك لغاية لما ترد علي. ها؟ ايه رايك؟ عايزين نفكر في مشروع كده، ايه؟ كسبنا كتير وبسرعه. بص يا سيدي. هو انت ما بتردش على تليفونك ليه؟ معقول اضيع دقيقة واحدة وانا معاكي؟ الدرجة دي؟ ده انا هصدق. صدقيني انت عندي دلوقتي اغلى من الدنيا كلها. برضه هصدق. صدقيني. انا مش فاهمه بس يا رب، ليه يا حسين كده؟ بتعمل فيا كده ليه؟ انا كنت عملت لك ايه؟ ولا بترد على الموبايلات ولا جيت لي؟ طبعا لا، ده انا اتقر عليا على الجوازه دي، تلاقي فرقه حسن كفته نازلين قر عليا، مستكترين عليا العز اللي انا فيه. يعني انا غري. طب ايه رايك بقى نتكلم شويه بزنس؟ او ماله؟ ما هو احنا جايين هنا ليه؟ ما هو عشان نتكلم في البيزنس. طيب بص يا سيدي، انا بقى نفسي في مشروع انترتينمنت ترفيهي يعني. ترفيهي؟ هنفتح مقلب لب سوداني ولا ايه؟ لا انا قصدي حاجة تانية غير اللب بالسوداني. امال قصدك ايه؟ حضرتك عايش في مدينة بعدد سكانها كبير، طنطا. طنطا ما بقاش فيها أي وسائل ترفيهية، لا سينمات، لا مسارح، ولا حاجة. غريبة، دي اللي عرفك؟ طنطا دي بلدي وأنا عايش فيها وعمري ما عرفت إيه اللي ناقصها. وبعدين الناس هذول ناس غلابة، يعني عايشين بالستر عشان جنب السيد البدوي بس، إنما دول غلابة. أنت شايفهم غلابة وشايفهم ساكتين،
بس مش معنى كده ان هما مستريحين. انت لو خيرت الناس دي وكلمتهم هتستغرب منهم قوي. ساعة يشتكوا، ساعة يتريقوا، ساعة يمسكوا فيك، وساعة يسكتوا ويكتموا. الناس دي مش عايزة غير اللي يسمعهم، يسعدهم، يتكلم بحل لسانهم. طنطا دي بلد جميلة قوي. أنا شايفة إنه لازم بقى فيها ملاهي كبيرة، ملاعب، مسارح، شاشات، أطفال بتلعب. ولا أنت شايف إنه الحاجات دي لازم تبقى بس موجودة في المدن الكبيرة واسكندرية والقاهرة وخلاص؟ طب وتفتكر الحاجات دي اللي بتقولي عليها دي تكسب؟ جرب وأنت تشوف. تبعد البصة اللي أنت بصتها لي دي.